طيب مامي شيف حبيب. الفصل بتاعك فكرتي فيه ازاي عشان تنقلي خبرتك؟ بداية بدأ الموضوع أو بدأت فكرة الكتاب أو مش فكرة الكتاب، فكرة الجزء بتاع الكتاب وفكرة الفيديوهات على السوشيال ميديا والكلام ده كله من بناتي. أنا مجوزة بناتي. أنا تيتا. على الملأ مصر كلها عرفت. قولي الكلام غير ده. دي حقيقة. انت تيتا؟ لا. لما بنتي اتجوزت فماما زي بالظبط ما دعاء بتقول ماما اعمل معرفش ازاي، اقول لها تقول لي ماما يعني بصي بسطي لي وبعتي لي كده شكله هيبقى عامل ازاي. فجت من هنا فكره ان انا اعمل فيديوهات قصيره تنفع بناتي وبنات اصحابي، وما كانش متوقع خالص للمبتدئات قصدك يعني. ما كانش متوقع خالص خالص اللي وصلنا ليه بعديها. عملت الفيديوهات لقيت نجاح كبير، الناس البنات خاصة الصغير ينفذوا وتطلع حلوة، فابتدت من هنا بقى الدنيا تتغير وتوسع والدايرة بقى توسع جدا جدا. فجت من هنا كمان فكرة الجزء بتاع الكتاب، ازاي تتعاملي مع أولادك، ازاي كأم أو بنوتة لسه داخلة على جواز أو لسه متجوزة جديد ما عندكيش أي خبرة في المطبخ، عندك أطفال وعايزة تسعديهم، عايزة تحسسيهم إنك أنت شطورة، تشرفيهم قدام أصحابهم. دي بتبقى حاجة يعني سبيشال جدا لما أصحاب ولادك يجوا كده وماما عاملة أكل حلو، الله دي مامتك بتعرف تطبخ حلو قوي. يعني دي حاجة عظيمة جدا. فبس فجت من هنا بقى نحاول نعمل الأكلات اللي بناكلها بره، الأكلات بتاعة المطاعم اللي بتغري الولاد جدا، نعملها بطريقة لطيفة سهلة، مكونات صحية أكتر، طعم إلى حد ما مقارب جدا لبره، يكاد يكون طبعا أحسن وأنضف. ومش كفانا مش مضرة، مش مكلفة. بالظبط كده. كمان اللانش بوكس اللي بيدوخنا كلنا الصبح كده وإحنا بنقوم للولاد الصبح، إزاي نحضره وإزاي نعمل لهم أفكار جديدة فيه، إتيكيت تعلمي لأولادك من هم صغيرين، إتيكيت الأطفال لما يكون جاي لنا ضيوف أو إحنا رايحين عند حد نزرع فيهم شوية خطوات بسيطة كده بس تفرق معنا إحنا شخصيا في إيه، في فخرنا بأولادنا، ما نبقاش قاعدين يا ابني مش كده عيب. لا بس اساسي يعني لما يجي لنا ضيوف لازم اولادنا يفضحونا، ده اساسي، ده دي مكتوبه في الكتاب لينا بيتي يلمنا.